خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار وأهم الأحداث. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالأمس لدبي للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية لتغير المناخ COP28، وده تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. سيادة الرئيس هيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، واللي ركزت بشكل كبير على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي وتأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ. امبارح كمان استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بدبي السيدة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وخلال اللقاء تم استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي خصوصا في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري. خلال اللقاء أشادت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، وأكدت استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر تغير المناخ COP28. ولدى وصول سيادته مدينة دبي كان في استقبال سيادته الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي. هذا وعقب وصول سيادته مدينة دبي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته السيدة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي. اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكدت السيدة جورجيفا التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة. في خطوة هي الأولى من نحى لوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي، الشركة المتحدة أبرمت اتفاقها الأول لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم. الخطوة دي بالتأكيد هتفتح أسواق جديدة للدراما المصرية وهتساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به لآفاق أبعد من الانتشار وكمان التأثير. الاتفاق اللي أبرمته الشركة المتحدة هو بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبر كلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم. وتم توقيع الاتفاق امبارح بين السيد عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري. مؤسسة حياة كريمة بتكمل جولتها في محافظات الجمهورية للتعريف بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، بجانب التعريف بمبادرة حياة كريمة وجهود المؤسسة خلال 4 سنوات من العمل التنموي. المرة دي حياة كريمة كانت موجودة داخل محافظة الإسماعيلية مركز الأنطرة شرق، وده بحضور حشد كبير من أهالي المحافظة.
استكمالاً لسلسلة التوعية بأزمة الأشقاء في فلسطين اللي بتقدمها حياة كريمة، أقامت المؤسسة مؤتمر حاشد لأهالي الإسماعيلية بالأنطرة غرب، شرحت من خلاله أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها قيادة وشعباً. النهاردة متواجدين داخل مركز مدينة الأنطرة غرب تحديداً يعني للتوعية بالقضية الفلسطينية وبعرض إنجازات المؤسسة خلال الثلاث سنوات الماضية. احنا كحياة كريمة بندعم القضية الفلسطينية وقدمنا أكثر من 3500 طن ما بين مواد غذائية ومواد طبية لأهلينا في غزة، وبندعو الله أن يخفف عبء الحرب عليهم ديت. حياة كريمة موجودة بصراحة في قلب محافظة إسماعيلية، ليها دور فعال في جميع قرى المحافظة، قامت بمجهود غير عادي في محافظة إسماعيلية. احنا بنشكرها وبنشكر فخامة الرئيس على وجود هذه المؤسسة، الكيان المحترم اللي بيخدم أهالينا الغير قادرين. ولأن حماية الأمن القومي المصري بيعتمد في المقام الأول على الوعي الشعبي بالقضايا المختلفة، أكدت حياة كريمة على أهمية مشاركة المواطنين في دعم استقرار بلادهم عن طريق تواجدهم بالعمل العام والتعبير عن اختياراتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بنحضر معاهم، ندعمهم ونأيدهم ونأكد على دعم القيادة السياسية لكافة طوائف وشرائح الشعب المصري. حابين ننقل لكل المجتمع أن مؤسسة حياة كريمة المؤسسة الرئاسية داعمة بشكل كبير جدا للقضية الفلسطينية، ومن أول يوم تقريبا المؤسسة كانت من أول الجهات اللي اتحركت وقدمت كل الدعم لأشقائنا في فلسطين. من وعي الناس بالقضية الفلسطينية بندعم الدولة المصرية، بندعم قرارات الدولة المصرية اللي أخدتها للقضية الفلسطينية، بنقول لا للتهجير القسري لإخواتنا في غزة. العمل التطوعي اللي بتقدمه حياة كريمة دعما لأشقائنا في غزة هو نهج بتسير عليه منذ النشأة لتوفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار للوطن، بالإضافة للدور التوعوي المهم اللي بيمثل حائط صد ضد محاولات التخريب والإرهاب الفكري.